بنكمل في المحاضرة دي على السيجنال سيستمز، ونبتدي بقى نتكلم على الديفينيشنز بتاعت السيستمز. فالسيستم كونسبت نفسه هو ان هو ماثيماتيكال ترانسفورميشن اوف ان انبوت سيجنال انتو ان اوتبوت سيجنال. الانبوت سيجنال ده ممكن يبقى مالتيبل سيجنالز، والاوتبوت سيجنال ده ممكن يبقى مالتيبل سيجنالز، يعني ممكن يبقى مالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت سيستم. وده طبعا يعتبر idealized model of the physical device or process. اوكي، يعني لو احنا رسمناه بالشكل ده كده، عندنا input وعندنا output، والoutput ده عبارة عن transformation, particular transformation of the input، يعني بنطلع الoutput ده بدلالة الinput ده كان عبارة عن ايه. طبعا امثلة على كده، في امثلة كتيرة. لو احنا خدنا electronic filter circuits، ده ممكن يبقى حاجة مناسبة جدا، احنا بندخلها signals وبعد كده signals دي بيحصلها جوه transformation عشان تطلع بعد كده في output form. زي ما عملنا بالنسبه للسيجنالز، هنبتدي برضو نكلاسيفاي السيستمز. وعامه اهم كلاسيفيكيشن حقيقه بالنسبه لنا هو الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو بالنسبه للتايم وبالنسبه للايه، بالنسبه للانبوت اوتبوت سيجنالز نفسها شكلها عامل ازاي. فممكن نتكلم على كونتينوس تايم سيستم، ممكن نتكلم على ديسكريت تايم سيستم، ممكن نتكلم على ديجيتال سيستم، ممكن نتكلم على هايبرد سيستم، ممكن يبقى فيه كومبينيشن من الايه، من الحاجات دي كلها. اوكي، ده طبعا بيعتمد على التايب اوف انبوت اوتبوت سيجنالز. يعني احنا كسيستم ما نقدرش نقول السيستم لوحده كده عباره عن ايه، لا احنا بنتكلم على ان الانبوت بتاعه لو هو كونتينوس تايم سيجنال والاوتبوت بتاعه كونتينوس تايم سيجنال، يبقى معنى كده ده كونتينوس تايم سيستم. اوكي، نفس الكلام بالنسبه للديسكريت، ونفس الكلام بالنسبه للديجيتال. لو ديجيتال مثلا فور اكزامبل، يبقى معنى كده السيجنال بتاعتي ديسكريت وكوانتايزد. اوكي، لو السيجنال بتاعتي في الانبوت ديسكريت وكوانتايزد، والسيجنال في الاوتبوت ديسكريت وكوانتايزد، يبقى معنى كده السيستم بتاعي ده اقدر اقول عليه ان هو ديجيتال سيستم. ابتدي بقى اتكلم على الكونتينوس تايم سيستمز ان بارتيكولر، وده ده التوبيك بتاعنا في الكورس بتاع سيجنال سيستمز عموما. احنا بيسيكلي عندنا السيجنالز ات اتس انبوت اند اوتبوت ار كونتينوس تايم سيجنالز. يعني سيجنال اكس اوف تي دي كونتينوس تايم سيجنال، وواي اوف تي دي كونتينوس تايم سيجنال. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده ان احنا عندنا كونتينوس تايم، معناها ان احنا عندنا السيجنال دي نفسها متعرفه لكل الاوقات، عند اي تايم ممكن نلاقي لها فاليو، والليفل بتاعها ملوش كوانتايزيشن، يعني الليفل بتاعها ممكن يبقى ريل نمبرز. اوكي، بيبقى في ترانسفورميشن اس. اوكي، هو ده اللي بياخد الانبوت ده ويطلع لنا الاوتبوت اللي هو واي.